رجل أعمال غير لبناني يتعهد بتبني مشروع إنارة مكان وقوع حادث جورج الراسي، وردود الفعل متناقضة، والبعض يعترض ويهاجم المتبرع، فما القصة؟ أعلن رجل الأعمال الشهير فؤاد محمد النادر عن نيته تبني مشروع لإنارة الطريق حيث وقع حادث سير الفنان جورج الراسي، وأودى بحياته ومعه منسقة أعماله زين المرعبي. النادر شارك تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سوريا، وبعد تعزيتنا لأهله وحفاظا على أرواح سالكي الطريق، أعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث الذي أودى بحياتهما، ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية. تغريدة رجل الأعمال السوري المقيم في السعودية لقت تفاعلا واسعا من لبنانيين وآخرين من جنسيات عربية مختلفة. كثر شكر النادر على مبادرته قائلين أن إنارة الطريق ستحفظ أرواح سالكي الطريق. بعض المعلقين اللبنانيين حذر النادر من أن أموال المشروع قد يسرقها المسؤولون في لبنان، إذ علق الصحفي اللبناني إلي مرعب قائلا: بكرة بعض المسؤولين عنا بيسرقوا أموال المشروع أو ما بيخلوكن إذا ما طلع لهم شيء. آخرون استفزتهم مبادرة النادر وقالوا أن بناء مسجد أفضل من إنارة الطريق بين لبنان وسوريا. بعض المعترضين سأل رجل الأعمال لما لا يهتم بالمنكوبين ويهتم لحادث وقع مع فنان، ومنهم من عاتب النادر قائلا له أن جنوب السعودية فيها طرقات كثيرة من غير إنارة، وسيكون من الأفضل لو دفع أمواله لإنارتها بدلا من طريق المصنع. يشار إلى أن رجل الأعمال فؤاد النادر معروف في بلده سوريا وفي السعودية حيث يقيم، وله العديد من المساهمات والمبادرات لمساعدة أشخاص مروا بظروف إنسانية صعبة.